لدى مستمعين الآن شوق في معرفة قصة أخطر الذي ذكرتموها في سؤال أهل الذكر؟ يعني قصة هي طويلة، أنا الآن لا يمكن أستوعبها الآن، ولكن هي على كل حال كانت ورطة في أحد الصحف المهمة، الصحف الإسلامية، يعني فضلت أحد الزعماء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أحد هنود كتب ردا على ذلك رد، وذكر هذه القصة أن أخطر شيراني كان أربيدا، وكان يعني يشرب الخمر، وكان في لفيف بين الناس، وبينهم جماعة من الشيوعيين استفزوه بذكر بعض الشعراء وبعض الأدباء، وكان يرد ردا يعني يدل على علوه عندما ذكر أي واحد، حتى قالوا له: ما رأيك في إفلاطون وأرسطو وسقراط؟ قال: أمة قد خلت بيننا وبينهم آلاف السنين، لو كانوا في عصرنا تلمذوا علينا. فقاله أحد: ما رأيك في سيدنا محمد؟ ما كان ينهي هذه الكلمة حتى أخذ الكاس وضربه على رأسه، وقال له: يا شقي، يا قليل الحياة، يا قليل الأدب، ما الذي تنتظر من شقي أربيل يشرب الخمر أن يقول في هذا المقام العظيم؟ لقد كان لك يا شقي في سائر الأسماء مجال واسع، فما الذي أنطقك بهذا الاسم العظيم؟ وما الذي أدخلك في هذا الحب المقدس؟